السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، طلبة المرحلة الرابعة ضمن مادة تصميم منظومات الري والبزل. إن شاء الله اليوم راح ناخذ أول محاضرة ضمن المادة بعد ما عرفنا بالمحاضرة السابقة السيلبس اللي راح نتناوله ضمن مادة الـ Irrigation and Drainage Network System. So احنا مثل ما نعرف مادة تصميم منظومات الري والبزل لها علاقة، المفروض انه انت عندك باك جراوند كافي عن مادة مبادئ البيسك اوف اريجيشن اند درين نتورك. ليش؟ لانه انت اصلا ما راح تقدر انه تفهم هذه الامور. انا من اصمم منظومة ري على اي اساس اصممها؟ على المفروض انت تعرف المبادئ اللي درستها بالمرحلة الثالثة، المفروض اللي هي مثلا تتكلم انا من ازرع نبات، تتحكم بنوع التربة، نسبة التملح الموجودة بالتربة، فعالية نظام التجذير، ايش قد مقدار نظام التجذير لهذا النبات، طبيعة الكلايمت زون، طبيعة المناخية اللي هو الجو يعني اللي ازرع بيه انا ضمن المنطقة، رطب، جاف، شديد الجفاف، هاي كل هالامور تأثر، وكذلك وفرة يعني الري، يعني وفرة الري الحقلي، هاي كل هالامور تأثر علينا اني من اختار يعني من اجي اوصل مرحلة اريد اصمم منظومة ري او منظومة بزل صورة عامة. هسه احنا بالكورس الاول نتكلم عن منظومات الري، راح نعطيكم بعض المعلومات الاساسية، بعض المعلومات الاساسية. احنا مثل ما نعرف اخذتوا سابقا بالمرحلة الثالثة بالهيدرولوجي انه الماء داخل الارض ضمن الارض يشكل مثل ما نعرف انه هاي النسب اللي هو 97% بوينت 7 اوشن اللي يجينا من المحيطات، وش قد الفريش ووتر 2.5% فقط. ايش يقصد بالفريش ووتر؟ اللي يجينا من البحيرات، الانهار، وكذلك السويل مويستشر، تمام عيني؟ نجي هنا هذه بصورة عامة اللي هي عبارة عن الفريش ووتر، هاي قيمة الفريش ووتر. هسه احنا توتال ووتر ديستريبيوشن، هنا اوشن وهنا الفريش ووتر. نجي على الفريش ووتر راح ناخذ نصنفه، يكون التصنيف هذا اللي يجينا من الانهار والبحيرات والسويل مويستشر اللي هي محتوى ايش قد نسبته، لاحظ 0.4 النسبة البقية هنا شو تمثل لي؟ هذا النسبة شو تمثل لي؟ تمثل لي اي سي كاب اللي هي المسطحات الجليدية، تمام؟ واحنا بالنسبة الى مناطقنا يعني يعني بلدان احنا ما عندنا هذا الشيء فنفتقده. الجزء الباقي شنو هو؟ جراوند ووتر. اذا احنا شنو نريد نوصل مغزى؟ لاحظ الفريش ووتر ايش قد مقداره. لذلك احنا تكون كمهندسين عندنا حرص اقتصادي عالي في استخدام هذا الجزء من المياه الفريش ووتر، لان مثل ما نعرف الجراوند ووتر يعني استخراجه وعملي وغيرها ايضا صعب، فانا شلون اقدر استفاد من الفريش ووتر انه استخدمه لعمليات السقي بحيث ما اهدر هذا الماء الفريش ووتر واخليه يذهب الى الجراوند ووتر. لذلك ماده تصميم منظومات الري والبزل او منظومات الري بصوره عامه هي جدا مهمه. نلتفت على شغله ثانيه، هسه حاليا توجهات العالم الحديث، توجهات العالم الحديث بسبب ندرة المياه يعني السطحية، توجهات العالم الحديث ربطوها مع نظام الاستدامة والسستينابيلتي انه يستخدمون مياه الصرف الصحي. مياه الصرف الصحي تجري عليها عدة معالجات تريتمنت، ان شاء الله راح تاخذوه ضمن مادة البيئة والصحية، تريتمنت عدة معالجات، ما يوصلوا الى مرحلة معالجات بحيث انه يستخدم للشرب، لا يستخدم انه لسقي المزروعات والغابات، خاصة اذا كان هنالك نظام تشجير معتمد في البلد. يعني التوجهات العالم الحديث اصلا تتجه نحو الاستدامه، نحو الاستخدام الامثل للموارد وخاصه الموارد المائيه. احنا مثل ما نعرف ضمن البلدان العربيه او قاره اسيا بصوره عامه وضمن بلدنا خصوصا العراق، احنا نعاني من شحه بالمياه السطحيه، ترجع هاي الى التغيرات المناخيه الوارده، سياسه البلدان المتشاطئه، سوء استهلاك الماء من قبل المستخدم اليوزرز اللي هو المواطن او الفلاح او غيره. لذلك وضع هذه المشاريع تنمي من الجدوى الاقتصادية للاستخدام الأمثل للموارد المائية. سو هسه احنا حتى نعرف ما هو ليش احنا التجأنا الى ان نصمم هذا النوع من احنا نسميه يعني المنظومات، ليش ما استخدم انا الماء بشكل مباشر؟ حتى تعرف انه انت الاساس والمبادئ او فلسفة هذا الموضوع من وين انطلقت.
تمام. نجي على شغلة ثانية أيضا المفروض إنه إحنا نراجعها. أنتوا تذكرون أخذتوا بالمرحلة المفروض الثالثة ضمن البيسك والأساسيات، أخذتوا أكو عدة أنواع من الماء، عدة أنواع من الماء أخذتوهم، اللي هي السويل على اعتمادا على يحدد السويل ستراكشر، شنو نوع هيكلية التربة اللي أنا راح أزرع بيها، هل هي طينية غرينية، طينية غرينية، رملية غيرها، يعني هذه الأصناف، هذا الصنف الأول. الصنف الثاني البور سبيس اللي هي الفراغات، ايش قد نسبة الفراغات بالتربة، هاي أيضا تأثر. السبيسيفيك جرافيتي والوزن النوعي للتربة شنو هو، شكد قيمته، هاي لها علاقات بموضوع التربة. فعلى الأساس قسمت العام الماء اللي احنا نقول تعريفين الكونسبت للووتر، الووتر كونسبت بصورة عامة إلى عدة أصناف. أنا من أبدأ بعملية الري، أول ما أروي التربة نوصلها مرحلة الساتوريشن تشبع، فراح تتقسم عندنا، عندنا اللي احنا نسميها الكثافة او السعة الحقلية الفولت كاباسيتي، اكيد سمعتوا بها العام. شو اقصد بها الفولت كاباسيتي من اخذتوها؟ قلتوا هي محتوى الرطوبة، هو المويستشر كونتينت. هاي بالمناسبة هاي ما موجود بالمحاضرات الرئيسية، هاي مجرد تذكير حتى انت تربط مادة مبادئ الري، حتى من عندها ننطلق الى تصميم منظومات الري والبزل. So, شنو يقصد بالسعة الحقلية؟ نقصد بها هو كمية محتوى الرطوبة الموجود هنا، هذا هو هنا الفولت كاباسيتي. أنا أجريت عملية السقي الساتوريشن، هذا المي ما يبقى كله هنا، نصفه راح يتسرب. وين يتسرب؟ إلى الأسفل. شنو السبب؟ أول شيء بسبب الجرافيتي، الجاذبية الأرضية. ثانيا حبيبات التربة، احنا أخذنا بالمرحلة الثالثة بمادة ميكانيك التربة، من أخذتوا عينة التربة صنفتوها، قلت تحتوي على في فويد وفي صلد، يعني الحبيبات الصلدة مال التربة الصلد بارتكل، والحبيبات والفراغات الفويد ريشيو، وهاي الفراغات كأن تكون مملوءة بالماء أو مملوءة بالهواء. فهاي الفراغات أثناء ما يجري بها الماء أكو سبيس، خاصة إذا كانت الترب مو كلش طينية متماسكة، راح يتسرب هذا الماء إلى الأسفل. لذلك الفولت كاباسيتي السعة الحقلية لهذه التربة، أنا راح أزرع اليوم بهذه التربة، فالمفروض أجرع عليها إحنا نسميها سيت إنفستيجيشن، تحريات ضمنها، أشوف هاي التربة من النوع يا صنف تخزن ماء ما تخزن، يعني شقد سعتها الحقلية، شقد عندها قدرة تحتفظ بالمياه. هذا الشيء شلون يعطيني فالإنديكيتر على أساسه أنا أصمم منظومات الري. منظومات الري أيضا من الأمور اللي تساعدني على تصميمها هو نوع التربة، فأنا ضروري أعرف الفلت كاباسيتي السعة الحقلية إلها. السعة الحقلية يبدأ تنقاس، تنقاس بعد يومين من الري. أنا رويت الأرض، أروح على هاي المساحة الصافية المروية تلقائيا بعد يومين اروح اقيس الفولت كاباسيتي. طيب هسه يقول يجي احد يقول شنو السبب؟ انتم المفروض هاي المعلومات ماخذيها مسبقا. السبب انه اكو نوع من الماء احنا نسميه الجرافيتي ووتر، الماء الجذبي. هذا الماء الجذبي ما يبقى، يظهر اثناء فتره الساتوريشن، ورا فتره ينزل، ينسحب عبر الشعيرات وعبر الفويد ريشيو الفراغات الى الاسفل، تمام. اما ينسحب من قبل حبيبات التربه، اما ينسحب من قبل حبيبات التربه او ينسحب بواسطه الجاذبيه نحو الاسفل، يتحول الى ديب بيركوليشن. شو نسميه؟ نسميه جرافيتي ووتر. وشنو يتصنف مالته؟ الدرينج، البزل مالته بزل سريع. والدليل انت اسقي مثلا حديقه المنزل، راح تلاحظ انه مثلا الماء وصل الى مرحله يعني ارتفع عن السيرفز، يعني الجراوند سيرفز، تعال ورا ساعة أو ساعة ونص تجي تلقى الماء متسرب إلى الأسفل. هذا الماء اللي كان موجود للأعلى والساتوريشن، هذا يسمونه جرافيتي ووتر، تسرب إلى الأسفل، الدرينج مالته سريع، يسمونه ريبيد درينج، تمام. فالفولت كاباسيتي هي هاي هنا، يمتى نقيسها؟ بعد يومين بعد ما يتسرب. شين هو الجرافيتي ووتر؟ هو مقدار الرطوبة بالتربة بعد ما تنزاح أو تنرفع من عندها قيمة الجرافيتي ووتر، تمام. عيني هاي جدا مهمة، تعرف الفولت كاباسيتي السعة الحقلية، يعني أنت كمهندس موارد مائية ضمن تخصص الري تجي تصمم منظومات ري وبزل، لازم هذه الأمور كلها تعرفها. نجي على نقطة ثانية أخذتوها جدا مهمة، أكو جزء من الماء يبقى إحنا نسميه الماء الشعري، الكابلري ووتر، هذا سلو درينج. هذا وين يتجمع؟ يتجمع اكو فراغات داخل التربة تكون ضيقة جدا،
ضيقة إذا ناخذ سويل سامبل أخذته العام، أكو ضيقة جدا، فخروج الماء من عندها ياخذ وقت، يعني مو مثلا خلال ساعات، يجوز ياخذ أيام يلا يتسرب. ليش؟ لأن الفويد ريشيو جدا دقيقة، أو ممكن هذا الماء ينسحب من قبل حبيبات التربة، حبيبات التربة السحبة إلها بفعل الشحنات، الطاقة الشحنية للتربة الطينية، إذا كانت شحنتها سالبة تسحب يعني هدرجة المياه مثل ما نسميها إحنا، تسحب الماء ذات الشحنات السالبة والموجبة، فهذا الماء الشعري ينسحب من قبل حبيبات التربة يسمونه، أو ينخزن داخل فراغات void ratio تكون ضيقة، السبيسر مالتها كلش ضيق بحيث ما تنزل بسهولة للأسفل، فهذا من الماء ما نسميه gravity water، شو نسميه؟ نسميه الكابلري ووتر، تمام؟ هذا الماء الكابلري ووتر شبيه ياخذ وقت طويل حتى ينبزل، تمام؟ يسموه سلو درينج. لما ينبزل الماء الجرافيتي ووتر ينبزل الكابلري ووتر راح يوصل النبات الى نقطه يسموها البيرمنت ولتنج بوينت، اللي هي نقطه الذبول الدائميه. شنو يعني نقطه الذبول؟ يعني اللي عندها النباتات راح تذبل، وسبب الذبول انه ماكو ماء اصلا بالتربه، ماكو ماء نهائيا، ماكو ماء، ما موجود ماء، هذا هو. يعني يتحول هذا الماء الزائد الى هيدروسكوب ووتر، يصير اسفل اسفل بعد، خلاص ما يستفاد من عند النبات، يعني يعبر عمق النبات بالكامل. فش يسمونها البيرمنت ولتنج بوينت، نقطه الذبول الدائميه، از ذا سويل مويستشر، هي محتوى الرطوبه للتربه، وين؟ عندما النباتات تذبل بالكامل، تمام؟ قيمة البيرمنت ولتنج بوينت عليما تعتمد على النبات، تمام؟ على نوع النبات المزروع، أكو نباتات طبيعتها تستهلك ماء كثير، فأيضا هذا الماء الشعري راح ينسحب من قبل التربة ومخزون داخل الفراغات ومن قبل جذر النبات، فنوع النبات يأثر، أكو نباتات ما تستهلك كمية ماء كبيرة، وأكو نباتات تحتاج كمية ماء كبيرة، والدليل عندنا إحنا إذا تعرفون محصول الشعير، محصول الشعير، محصول الرز وغيره، يعني إحنا نسميه العفو الشلب أو المحصول الرز بصورة عامة، إنه يحتاج كمية ماء كبيرة، هو فعل النبات يعني التركيبة الجزيئية مالته يحتاج ماء، فإذا أحد الأمور المؤثرة عليه هو شنو؟ هو use of plant. ثانيا عمق الإفكتيف زون، إيش قد عمق الـ يعني الجذر الفعال للنبات؟ إذا جذره الفعال قصير، أكو نباتات جذورها الفعالة قصيرة، فمجرد ما ينزل المي شوي تحتاج روية جديدة، ليش؟ لأن بعد جذرها ما يسحب من الأسفل، وأكو نباتات لا، جذرها الفعال يكون جذرها الفعال يكون مثل يمتد إلى أعماق من التربة، فمو بسرعة توصل لنقطة الذبول الدائمية، ليش؟ لأنه جذرها داخل التربة طويل أصلاً، فيمتص رطوبة، لا زال يمتص، يساعدها على امتصاص الرطوبة، وأكو نباتات بفعل تركيبتها الجزيئية وطبيعتها إنه تكون جذورها قصيرة، فمجرد ما ينزل الماء يعني ينزل الماء الجرافيتي والكابلاري بشكل بسيط صار عندها ذبول. لذلك ننتبه على طبيعة النبات والديبث اوف روت زون، كذلك نوعية الكباسيتي للتربة، مثلا التربة الطينية الكثافة السعة الحقلية لها شبيهة تكون قوية، لأن هي أصلا طبيعتها الطوبوغرافية، نوع الكوهيجن مالتها بيها تماسك عالي، يساعدها يساعدها إلى أنه مثل ما نقول أنه تحتفظ بالمياه بشكل كبير. ذلك هذه الأمور اللي تأثر أخذتوها أنتم مسبقا على نقطة الذبول الدائمية. الروت زون شنو معنى الجذر الفعال أو منطقة الإفكتيف روت زون؟ هي اللاير، الطبقة أو الطبقات اللي تحتوي على نظام التجذير، يعني نظام التجذير ضمن يا جزء ضمن هذا الجزء اشقد لهذا النبات يمتد مثلا جذر هذا النبات اللي زارعته آني الحنطة مثلا 5 سنتيمتر تحت الأرض، أكو جذر ثاني مثلا يمتد 20 سنتيمتر. لذلك بصورة عامة تنويه المعلومة أنه دائما أنظمة الري تستخدم للنباتات المحاصيل الموسمية. ليش؟ لأن النباتات الدائمية والمعمرة طبيعتها أنه دائما تكون جذورها توصل إلى أعماق كبيرة من التربة، أعماق كبيرة من التربة، فش توصل هاي الأعماق الكبيرة أنه أصلا تمتص هي من رطوبة التربة، والدليل عندكم هسه النباتات اللي تنزرع مثلا بالشوارع أو غيرها، مثلا النباتات مثلا السدر او السحيح او غيرها او البساتين،
إذا البساتين ما تنسق بشكل يومي، يجوز أسبوعياً أو شهرياً أو أكثر من ذلك، خاصة يجوز مواسم الشتاء ما تنسق تماماً، تعتمد فقط على الرطوبة المطرية الموجودة. لذلك ليش؟ لأن هي بحكم يعني طبيعة النبات، النبات معمر، جذوره راح تكون عميقة نحو التربة، فيمتص قدر الإمكان من رطوبة التربة، فيقدر يحافظ على البيئة مالته. المشكلة عندنا وين؟ بالنباتات الموسمية، النباتات الموسمية للمحاصيل الموسمية، الحنطة، الشعير، الرز، المحاصيل اللي يستخدموها لمأكولات الحيوانات، الجت، البريسم، غيرها، يعني هاي المحاصيل اللي احنا نسميها الثروة الغذائية الموسمية اللي تنزرع على المواسم، هي هاي اللي تحتاج أنظمة ري بشكل فعال. فهذه الأمور ضروري تتدبولها إن شاء الله. هسه نجي أيضا هاي المعلومات ما أريد نعرج لها، اللي هي الجرافيتي ووتر، شنو يقصد به الكابلري ووتر، أنا شرحت لكم يا قبل شوية بشكل تفصيل، وأنتوا ذني المفروض المعلومات ماخذيهن بالمراحل السابقة. يعني نجي على سو، هسه راح أشوفكم بعض الصور. بعض الصور حتى نلاحظ، يعني تاخذ نسخة او فد امج في دماغك انه احنا قلنا نستخدم بصورة عامة انظمة الري، وال يعني انظمة الري بصورة عامة. اذا تلاحظ هذه الصور، لاحظ هذه النباتات المزروعة هي عبارة عن نباتات موسمية، تمام، نباتات موسمية. لاحظ كل هالنباتات اللي يستخدمون لها أنظمة الري هي النباتات الموسمية، لأن تعتبر النباتات الموسمية هي النباتات الأكثر استهلاكاً للمياه من غيرها، على اعتبار شنو السبب؟ بحكم لأنه هو نبات موسمي، فأصلاً بحكم طبيعته أنه تكون دائماً جذورة قصيرة، مو مثل النبات الدائمي تكون دائماً جذورة عالية وتتعمق إلى أعماق التربة ويسحب الرطوبة من يعني من التربة، يعني يحتاج مثلاً أوقات طويلة لعمليات الإرواء وغيرها. شنو نوع أنظمة الري؟ يعني مو إحنا مو بصدد تفصيله حالياً، مثلاً هذا الري بالتنقيط، هذا ري بالمراويز، هذا كذا، هاي المين شانل الرئيسية. ان شاء الله راح ناخذ كل نظام ري وطريقه ري سبرينجر غيرها. لاحظ هاي هنا عندنا نوع من الزراعات تصير على سفوح الجبال، وايضا تكون الري اكو نوع من الري يعتمد فقط على الامطار، يعني بصوره عامه حتى انت تتكون عندك. لاحظ هسه هذا نوع من الري يسمونه الري المباشر، الري السيحي، تمام، وراح ان شاء الله ناخذ ذني بالتفصيل ان شاء الله، فحتى تعرف انه انت هاي المين شانل القناة الرئيسية اللي ننقل بعدها التصريف، فالتصريف من ينقل منها شو نسميه كيو توتال، الى ان يوصل الى الحقل، اثناء وصوله من القناة الرئيسية الى الحقل، وكل ما كان الحقل بعيد راح يصير اكو خسائر بالانبوب، فمن يوصل نسميه كيو جروس، يعني الاجمالي اللي وصل الاجمالي بعد فقدان الخسائر اثناء الطريق اللي هو من المين شانل الى الحقل، وبعدين اللي وصل للنبات نسميه شنو؟ النت، وراح ناخذ ان شاء الله بالتفصيل. فهاي بعض الصور حتى تترسخ بذاكرتك هذا النوع من الامور من هذه يعني طرق الري ان شاء الله. هسه نرجع الى محاضرتنا الرئيسيه، نرجع الى محاضرتنا الرئيسيه اللي هي نرجع نشرحها. لحد الآن احنا شرحنا السابق هو عبارة عن مبادئ عن الإريجيشن. سو العلاقة الرئيسية اللي راح نستفاد من عندها احنا الريليشن بتوين الديسشارج والتايم. احنا عندنا التصريف شي يساوي لنا بصورة عامة التايم، هاي لاحظ الفوليوم يساوي لنا الحجم بصورة عامة الكيو في التي، تمام، الكيو في التي الديسشارج منين جاية؟ من الاريا، تمام، عيني، ففي الاريا في الديبث. نجي علاقة الاريا مع التايم، نجي هنا إذا تلاحظون الحجم بصورة عامة من أنا أريد أحسب حجم ري معين يساوي لنا مقدار التصريف في الزمن اللي استهلك التايم. نجي على التصريف بصورة عامة، التصريف شنو قانون الرئيسي؟ هو عبارة عن اريا في ديبث، بس لاحظ يا ديبث من عتين الاريا هي المساحة المروية، في الدي شنو اسمه؟ اسمه دي جروس اللي هو المطبق الابلايد الاجمالي اللي وصلني من، مو وصلني من الانبوب الرئيسي، لا، اللي يظهر من الانبوب الرئيسي نسميه توتال. هسه راح نجي اوضح لكم اياه بشكل تفصيلي حتى تكون واضح امامكم، لان ضروري انت تفرق بين اكو انواع. لاحظ
لاحظ هاي الصورة أريدك تنتبه لها. هذا الووتر سورس يعني مصدر المياه. شنو يقصد بمصدر المياه؟ يعني إذا نرجع إلى صورة معينة نقصد هذا مصدر مياه. لاحظ هذا النهر منا يعتبر مصدر مياه، بس هاي صورة بزل، إحنا نريد نأخذ صورة ري رئيسية. هاي لاحظ هسه هاي المين شانل تعتبر هذا سورس مصدر مياه، تمام عيني؟ يعتبر مصدر مياه، فهذا الووتر سورس. الماء ينقل عن طريق النواظم والرجليتر وغيرها، المن باستخدام انابيب التوزيع، المن الى الفرم الى الحقل. فالاول ما يظهر منا التصريف يسموه كيو توتال، يعني الديبث ديبث توتال. اثناء انتقال الماء الووتر سورس من هذه النقطة إلى هذه النقطة يصير خسائر. الخسائر بسبب الاحتكاك، أخذتوها بالمرحلة الثانية، أكون نوع من الخسائر، خسائر رئيسية وخسائر ثانوية. خسائر الرئيسية هي تجينا من الاحتكاك الفراكشن اللي يصير بين الأنبوب وبين الماء. الخسائر الثانية خسائر الثانوية اللي هي خسائر المنحنيات، الانتقالات، التوسع، التضيق اللي يصير فجأة بالأنابيب. هذا سنة التوضيح الأنبوب أنه كأنه مباشر، لا هو ممكن الأنبوب حتى يوصل من البوينت سورس إلى الحقل يمر عدة انحناءات، فعدة خسائر رئيسية وخسائر ثانوية. بس لحظة، هاي الخسائر وين لحد الآن؟ فقط بالنقل، البايب ديستريبيوشن، فقط بأنبوب التوزيع الرئيسي اللي هو السورس. فلما يوصل لهنا قبل ما يدخل للحقل، لحظة، قبل ما يدخل للحقل شو يسموه؟ يسموه دي جروس. يعني شنو الجروس؟ يعني الابلايد او الاجمالي، واتوقع هذا الشيء اخذتوه ضمن مبادئ الري. من يوصل للحقل ويبدي يروي عملية الارواء، اللي يوصل للنبات يسمونه الصافي دينت. فضرورة تفرق بين ذني الثلاثة، الدي توتال او الكيو توتال، والدي جروس او الكيو جروس، والدينت او الكيو نت، تمام؟ ضرورة تفرق بيناتهم. اذا الدي توتال اذا تنتبه معناه منين يجينا؟ من الدي جروس زائد الكنال سيبج. ايش قد مقدار؟ اذا انت ممكن لحظة، ممكن التمرات تنقل الماء، ممكن مرات تنقل الماء مو بأنبوب. هسه يجي أحد يقول لي هاي الخسائر اللي يعني تكلمتي عنها دكتورة هي خسائر أنبوب، أنا ممكن أنقل الماء عن طريق قناة. إي نعم، القناة هم بيها خسائر. الخسائر أول شيء السيبج، أخذتوها بمادة تصميم قنوات الري والبزل بالمرحلة الثالثة، تصميم قناة وليس تصميم أنظمة الري والبزل، لا تصميم قناة الري والبزل. هاي انتبهوا لها شلون انه اني اصمم بحيث انه نوع من الخسائر يصير بالقناه. شو يسمون هذه الخسائر؟ يسمونها الخسائر، احنا نسميها السيبج، يعني جزء من الماء راح يتسرب داخل القناه. يعني انا مثلا طلاق التصريف مثلا بعمق مثلا 30 متر، هذا ال 30 متر اثناء جريانه بالقناه ما يبقى نفس 30 متر، راح يتسرب جزء من عنده داخل القناه، خاصه اذا القناه طمويه يعني ما مبطنه، ما مبطنة من الجوانب. أكو قنوات تكون مبطنة، لذلك معامل مانينج يختلف من قناة إلى أخرى اعتمادا على نوع التبطين، هل هي كونكريتية، هل هي ستيل ستركتشر، هل هي وود خشب، هل هي قناة طموية، يعني حسب نوع التبطين، لذلك معامل مانينج يختلف. الخسائر الثانية اللي تجيني منين؟ من التبخر. الماء دا ينتقل عبر قناة مفتوحة open channel من هذه النقطة إلى هذه النقطة أثناء جريان الماء، وبحكم الطبيعة الطوبوغرافية للتربو والكلايمت زون راح تصير عمليات تبخر، فيوصل من الدي توتال قبل دخول الحقل شو نسميه؟ دي جروس. طيب دكتورة، هسه معناها الخسائر تصير هنا فقط إذا كان الناقل قناة؟ لا، ايضا اذا كان الناقل انبوب هم تصير خسائر، وتناولتوها بالمرحله الثانيه. عندكم نوعين من الخسائر، الخسائر الرئيسيه للفراكشن لوسز، يعني ما عندك تبخر لان الماء دا ينقل داخل انبوب داخلي يعني محفوظ مثل ما نقول، والخسائر الثانيه الخسائر الثانويه. فبكل الاحوال سواء الماء النقل من الووتر سورس الرئيسي الى الحقل بانبوب او بقناه راح تصير خسائر، لذلك ما نقدر نعتبر احنا الدي توتال هو نفس الدي جروس. يعني هاي حالة معناها الايديال المثالية انه انا افرض الخسائر زيرو، هو مستحيل، هذا الشيء مو واقعي. فلذلك المفروض انت تفرق بين الدي توتال والدي جروس والدي نت، وهاي يعني المفروض انه انت يعني تفهمهن بشكل تفصيلي، وانا متوقع انه ماخذتهم بالمرحلة اللي اخذتوهم بصورة عامة بالمرحلة الثالثة، لكن انا نوهتها عليهن هنا بهذه المرحلة حتى خاف احد ناسيهن او ما مستذكر المعلومات بصورة رئيسية يعرف يفرق بيناتهم.
نرجع الى محاضرتنا. هسه عرفنا شنو معنى الدي جروس في الاريا، تمام. الدي جروس اذا اردت اقسمه مجرد انقل يساوي من الكيو في التي اللي هو الفوليوم كيو في التي على الاريا، طلعت قيمه الدي جروس. اذا الجروس شنو هو؟ هو الابلايد جروس ديسشارج اللي هو التصريف الاجمالي الكلي، الاجمالي مو التوتال مو الكلي، الاجمالي اللي وصل للحقل تماما. من تذكر جروس اذكر هذه الصوره حتى اذا تردون، وهي باليوتيوب موجوده عندكم انا شارحتها هنا، اخذلها سكرين، اخذلها سكرين لهذه الصوره حتى تعرف الفرق بيناتهم كلهم. هسه نجي على اللي بعدها. التي هو التايم المطلوب للاريجيشن، الدي جروس هو الديف، والاريا هي المساحه الصافيه المرويه. انا ايش قد راح اروي. نجي ننتقل على موضوع ثاني المفروض انت ايضا متناوله مسبقا، بالنسبه للديسشارج اللي انا راح اسلطه يعني للاريجيشن. عندنا نوعين من الديسشارج، النوع الاول احنا نسميه كونتينوس، يعني اني اسلط تصريف مستمر لري الارض بدون حدوث عمليه انقطاع، تمام. هاي اول حاله. الحاله الثانيه اللي احنا شو نسميه، نسميه انترميت، الانتر متنت. شنو هذا معناه الانتر متنت؟ هذا المتقطع، انه اني مثلا عملية الري امضي خلال 3 ساعات واقطع 5 ساعات، فهذا يسمونه المتقطع. فضروري انت تعرف الكونتينوس ديسشارج شنو معناه الكيو سي، تمام. يعني مثلا تلاحظ الكيو سي امضي خلال 24 ساعة باليوم او 7 ايام بالاسبوع، يعني مستمر. هذا يا هو الكونتينوس ديسشارج. الثاني الانتر متنت ديسشارج، هذا يكون متقطع اعطيه خلال الوقت واقطعه خلال الوقت الاخر، تمام عيني. فهسه احنا المعادله الرئيسيه اللي تحكمنا الكيو كونتينوس في التي كونتينوس شو يساوي لنا؟ يساوي لنا نفسه الكيو اي في التي اي. هسه نجي شنو معناه؟ معناه انه انا بكل الاحوال تحكمني معادله الاستمراريه كونتينيوتي كويجن. سو الكيو سي يحدث عند المينيمم ديسشارج، والتي سي عند الماكسيمم تايم، تمام عيني. يعني يحتاج ماكسيمم تايم، يعني وقت اطول وانا انطي كونتينوس ديسشارج ممكن بهذه الحاله. الاريجيشن ايضا هاي بالمناسبه كلها معلومات لحد الان انتم ماخذيها من مواد الري، مجرد نعرج عليها حتى ان شاء الله نحتاجها لانه بتصميم منظومات الري والبزل. الاريجيشن انترفل فتره الري، شنو معنى فتره الري؟ هو الوقت المطلوب لحدوث بتوين تو سكسسيف اريجيشن بين يعني 2 عمليات ارواء، يعني مثل ما نقول ناجحات. يعني انا مثلا اعتمادا على هذه التربه الفولد كاباسيتي ونوع النبات المزروع وما اعرف كل التفاصيل الموجوده وطبيعه الطوبوغرافيه للمناخ، مثلا اجريت عمليه الري خلال يوم الاحد، ري كامل مو ريه متقطعه مثلا جزء نبات تشبع وجزء لا، بالكامل منطقتي المرويه تشبعت بالكامل بحيث انا ضمنت الماء وصلت الافكتيف زون وحفظت التربه، تمام. انا على الطبيعه الطوبوغرافيه مثلا بحيث اوصل للولتنج بوينت، قبل ما اوصل للولتنج بوينت نقطه الذبول انا المفروض اجرى عمليه ري ثانيه، فعمليه الري الثانيه مثلا حتى تحدث اسويها مثلا تحدث يوم الاربعاء. فلاحظ هي الفتره، اذا فتره الري يقصد هي ايش قد اني احتاج بين هاي الري وهاي الري. هذا الري اجريته الاحد، المفروض الري الثانيه اجريها يوم الاربعاء، بس بشرط مثلا الري اللي اجريته يوم الاحد ضمنت بي انه وصلت للتربه بالكامل، صار عمليه تشبع ساتوريشن وعلى اصناف هذه التربه الموجوده، ايش قد احتاج وقت حتى انه اروي مره ثانيه التربه بحيث ما اوصل للبيرمنت وولتنج بوينت اللي هي نقطه الذبول الدائمه. مثلا احتاج 5 ايام، كل 5 ايام اني اروي او كل 3 ايام. هاي الفتره اللي تحتاجها بين ريتين ناجحات يسموها الاريجيشن انترفل، تمام. شنو معنى هسه الاريجيشن انترفل؟ معناها الدينت اللي هو شنو معناه الدينت؟ يعني القيمه الدبث الصافي للري اللي سبق وشوفتكم اياه بالصوره على الاي تي. الاي تي هو الجروب كونسبشن، ايش قد يستهلك النبات، هذا اللي يحدده. والدليل شلون؟ انه انا مثلا رويت التربه، احنا قلنا اكو نوع من الماء راح يتسرب مباشره للتربه، يتسرب تحت الارض، فهذا ما حسبه. اللي يبقى داخل التربه نسميه النت الصافي، هذا الصافي اللي وصل، تمام. هذا بعدين يتسرب داخل التربه وتصير عمليات الجرافيتي وغيرها. المهم ايش قد وصل للتربه؟ خلينا نقول وصل 7 سنتيمتر، تمام.
اوكي هذا المسلسل على سنتيمتر، النبات هذا اللي زرعته اني ايش قد الكونسبشن مالته، اكو جدول خاص بسويته الهندسه الزراعيه انه لكل نبات عنده استهلاك مائي، يسموه احنا الجروب كونسبشن ريتيوز، تمام عيني، يقاس بالدي. مثلا هذا النبات مثلا الرز يحتاج يوميا مثلا كملم بالدي، يحتاج مثلا يعني كاستهلاك مائي مثلا 7 ملم بالدي او 15 ملم بالدي. لكل نبات عنده احنا نسميه الجروب كونسبشن، تمام عيني، ايش قد استهلاك مائي، هاي ضروري تعرفها. اذا الاريجيشن انترفل مو هي فتره الري ايش قد وقت الطري، لا هو الفتره ما بين 2 عمليات ري ناجحات، هاي ضروري تفهمها. نجي على اللي بعدها الماكسيمم اريجيشن انترفل، اقصى فتره ري، يعني اني اقدر انه بعدها لازم انطري، يعني لان اذا ما انطيت اوصل الى نقطه الذبول الدائمه. شنو هذا شو يساوي لك؟ هو نفس القانون الاي الماكس، شو يساوي لنا؟ يسمونه الريدلي افايلبل ووتر، اللي هو الماء المتوفر الفعلي، تمام، على شنو؟ على المقدار نفسه، هو الكونسبشن جروب للنبات، تمام. هذا ضروري جدا حتى تعرف انت الماكسيموم. يعني مثلا اني الانترفل اريجيشن 3 ايام، ممكن اتاخره؟ اي نعم ممكن اتاخره. ايش قد ممكن اتاخره؟ يعني ايش قد بحيث وراها النبات ما يتحمل، راح النبات يصير بيه فولت فشل. شو اخذته بالمقاومه؟ اول موضوع اخذته بالمقاومه، اخذته رسم المنحني مال الالاستيسيتي، يصعد المنحني لاي مطاوعه مالته، مطاوعه الى ان يوصل اليلط، بعدين شو يصير بيه؟ فيلر، انفشار، فشل. فبالضبط هنا نفس الشيء، انه اني اوصل مرحله انه ايش قد النبات يتحمل، يقاوم، وراها النبات لا يوصل البيرمننت ولتنج بوينت، واني ما اريد النبات يوصل الى هذه المرحله حتى ما يتاذى. فشو يسمونها هاي؟ يسمونها الماكسيمم اريجيشن انترفل، تمام عيني. هي هاي ضروري تفرق بينها حتى تعرف انت شنو الفرق بين الاريجيشن انترفل والماكسيمم اريجيشن انترفل، لان الفترتين جدا مهمات، اللي هي اقصى شيء، يعني بعد ما يعني بعد هالنبات ما يستحق تاخير ابد بعمليه الري، لان راح ياثر على الجذر مالته وممكن انه يسبب موت هذا المحصول. الانفلتريشن، انا متاكده انه عرشتوا على هذا موضوع الانفلتريشن ضمن المرحله الثالثه بماده الهيدرولوجي. شنو معنى الانفلتريشن؟ الارتشاح. احنا سبق ونوهنا هسه ببدايه المحاضره، قلنا اكو نوع من الماء راح على سطح التربه ورا فتره يتسرب نحو الاسفل، يسمونه دريب درينج، اللي هو التسرب السريع. بعدين اكو نوع من الماء ياخذ فتره الى الماء الشعري الى ان يتسرب الى داخل بطن الارض، بسبب انه ممكن اما بسبب قوه الجاذبيه الشعريه لحويبات التربه، او بسبب انه محصور كان داخل فويد ريشيو قليل فيحتاج وقت. بصوره عامه هذه العمليه شو نسميها؟ تسرب الماء من الطبقات العليا الى الطبقات السفلى بسبب تاثير الجاذبيه الارضيه او غيرها العوامل الاخرى، هو يعني صورة عامة نسميها الانفلتريشن، اللي هي معناها الارتشاح. إذن شنو معنى الارتشاح؟ تعريفه هو الموفمنت، حركة الووتر، حركة الماء خلال السويل سيرفيس، خلال سطح التربة، اللي شنو راح توفر لنا؟ بروفد توفر لنا ذات باعتماد ان السويل سيرفيس شنو هو؟ بلان مستوي، انه اني اتحكم مع سطح مستوي، اجريت لعملية ري، هذا الماء راح يتسرب الى الاسفل بشكل مستوي، تمام. هذا هو عندك نوعين من يعني عندك فد نوع احنا نسميه الانفلتريشن اللحظي، اللي شنو معناه اللحظي؟ اللي يصير بسرعه، يعني خلال ثواني، يعني ما يتاخر، مو مثلا ياخذ وقت طويل. احنا شنو نسميه؟ الانستنتينيوس انفلتريشن. اوكي دكتوره قربي لنا الفكره، شنو يعني معنى الانستنتينيوس اريجيشن؟ نروح على الباوربوينت اللي هنا بس حتى اذكركم انا بهاي المعلومات. هاي المعلومات اذا تذكروا المعلومه، قلنا احنا هنا يصير ساتوريشن، الماء هنا ما يبقى، اكو ماء من الاول يسمونه الجرافيتي ووتر، يتسرب مباشره للاسفل، يسمونه دريب درينج راسا، ريبت درينج يعني تسرب سريع راسا ينبذل للاسفل، هذا يسمونه الارتشاح اللحظي، يعني اثناء فتره الري يرتشح للاسفل، هو هذا معناه، تمام. مو السلو درينج اللي هو الكابيلاري ووتر، لا الريبت السريع، هذا النوع يسمونه الانستنتينيوس اللحظي اللي يصير مباشرة. هذا شنو قانونه؟ بالمناسبة الانفلتريشن بصورة عامة يرمزونه بالرمز I، ف
فهو عبارة، أذكركم شوية بالرياضيات، اللي البارشيال ديفرنشيال إكويجن، اللي هو التغير بالديف، إيش قد التغير بالديف نسبة إلى الزمن. فالبارشيال للدي على البارشيال للتي، وهذا أتوقع ماخذينه ضمن مادة التحليلات الهندسية بالمرحلة الثالثة، يعني متطرقين له البارشيال ديفرنشيال إكويجن وحلولهن، مو الأدفانس اللي هو معادلة كوتشا ومعادلة رانش كوتا ولا معادلات التويلر السيريز أوف تويلر، لا لا، الأولية البارشيال ديفرنشيال إكويجن، المعادلات الرئيسية الأولية والتغير يعني بكذا شيء مثلا يعني اكسبرس الى التغير بالزمن. فهذا التغير بالديبث الى التغير دي للدي الى الدي للتي، هاي هنا الدي للدي الى الدي للتي شيء يسمونه، يعني بالنسبه للدي شيء معناه الدي الديبث هو مقدار الكونسبشن النباتي في التي للام، هاي يعني معادلات وضعيه هي يسموها امبيريكال اكويجن، ام سي للتي اشتقها هنا الام هنا، فمن اشتقها ايش راح يصير؟ تصير بجانب القيمه ام سي تي ام ناقص واحد، وير الان هاي سوى هذا المقدار سما ان، يعني منين جايني؟ من ام ناقص واحد، تمام عيني؟ وهاي الثوابت الام في السي سماها الكي، مجرد اختصارات. نجي عندنا نوع من الانفلتريشن، مو احنا انستنتنياس لحظي، لا يسمونه بيسك، بيسك انفلتريشن، بيسك يعني رئيسي، هذا يصير هذا البيسك انفلتريشن يصير بين عمليتين ريتين، اذا كانت الريه الاولى اريجيشن 1 ناقص اريجيشن 2 على مقدار التايم يساوي لنا في النسبه بيرسنت، هاي ان شاء الله راح ناخذها بالانفلتريشن بشكل تفصيلي، اللي هو الانفلتريشن يساوي لنا الكي في التي اس ان، اللي هو هنا سبق ونوهنا له، قلنا هذين شو نسميهن؟ الام في السي نسميهن كي، والتي يبقى نفسه تي، والام ناقص واحد شنو سميناه؟ سميناه ان بالضبط. هسه نجي هنا الكي يبقى نفس ما هو في التي اس ان، شنو معناه؟ معناها مطلق، مطلق ايش قد قيمته كانت؟ قيمته هاي البيسك ايش قد قيمته اذا كان ماخذه 10% فيصير 600 من الان للمطلق الان، هو هذا البيسك تايم نسميه احنا التي بي، يعني ايش قد الوقت الاساسي المستهلك، وراح ان شاء الله ناخذه بموضوع الانفلتريشن بشكل تفصيلي، هنا مجرد نعرج عليه بشكل اولي. نجي نوضح ايضا الجروس ديبث، الجروس ديبث يعني شنو معنى الجروس ديبث؟ معناها العمق الاجمالي، ارجع اوضحها مره ثانيه حتى يبقى بالذهن، هذا الدي جروس اللي شنو اللي وصل، الوصل من منين؟ الدي جروس هو عمق الماء الوصل من المصدر الرئيسي للري الى الحقل، تمام؟ يعني بعد ما اللي هو اول ما يظهر من المصدر الرئيسي نسميه دي توتال، وبعد ما يصير به خسائر سواء كان يجري بالكنال او سواء كان يجري بالبايب وصولا الى الحقل، تمام؟ هذا الدي جروس. فاذا شنو معنى الدي جروس؟ الجروس ديبث هو معناه الستورت ديبث نت، تمام؟ زائد الدي بيركوليشن زائد الليتشنج ريكويرمنت. هسه نجي شنو معناها زين؟ طيب انت قبل فتره يعني قبل هسه ثواني شرحت لنا غير شيء، نرجع شنو معناه الدي جروس؟ اذا اريد احسبه منا انا اقدر طريقتين احسبه بي، اما منا او منا. طيب انا وصلت لهنا الدي جروس راح يتوزع، راح يتوزع داخل الحقل، يتصنف الى ثلاث اصناف من يتوزع داخل الحقل. شنو التصنيف الاول؟ انتبه وياي، الستور ديبث العمق المخزون، اللي شنو معناه الستور ديبث؟ اللي ينخزن ضمن المنطقه اللي يحتاجها النبات، اللي شنو نسميها؟ نسميها انتبه نسميها دينت. هذا الدي جروس هسه احد يجي يقول لي طيب دكتوره انا ليش ما اعتبر الدي جروس هو نفسه الرحل الحقل؟ ليش انا حطيت دينت؟ شنو فرق الدينت عن الدي جروس؟ وصل للحقل، هذا من يوصل للحقل، الحقل ايضا مساحات فضائيه واسعه، فايضا راح يصير بيه لوسز، لوسز بسبب التبخر، لوسز بسبب السيبج. فاول شيء راح يتقسم ثلاث اقسام الدي جروس من يوصل للحقل. القسم الاول راح يسمونه الدينت، اللي هو النت الصافي اللي راح يستفاد من عند النبات ضمن نظام التجذير اللي يسمونه الروتنج سيستم. الجزء الثاني البارت الثاني بارت 2 من عنده راح يروح الى عمليه احنا نسميها اللوسز، الخسائر، الخسائر بسبب الرنوف. شنو معنى الخسائر؟ الخسائر اللي هي هاي يسموها احنا الرنوف لوسز، يعني 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 هو الديب بيركوليشن، مو احنا قلنا جزء من الماء راح يروح الى اعماق التربه العاليه
فراح يروح الى الاعماق التربه العاليه، واكو جزء من عنده وين راح يصير به يسمونها الليش ريكوايرمنت، يعني المتطلبات المطلوبه للري الاخرى. يعني مثلا كانت التربه جافه في البدايه فاخذت التشبع الاولي غيرها، فراح يتقسم الديبث او الجروس ديبث الى ثلاث اقسام: الستورد ديبث اللي احنا نسميه الرينوفلوسس، تمام، اللي هي خسائر السيل السطحي، هذا هو النت، زائد الديب بيركوليشن اللي راح يرتشح نحو الاسفل من التربه، زائد الليتشنج ريكوايرمنت. هاي ضروري تنتبهوا لها، يعني هذه الامور الثلاثه ضروري واحد يخليهن بباله، يعني ينتبه انه وصل توتال، وصل لهنا دي جروس شلون يتقسم بهذه الامور، تمام عيني. اذا عندكم سؤال او استفسار لحد الان تقدرون انتم باي منطقه يعني وصلتوا ضمن الفيديو تقول لي انه مثلا كذا معلومه احنا عندنا بها مثلا صار التباس، هذا حتى نوضحها ضمن القاعة الدراسية أو ممكن ضمن كومنت إن شاء الله. الليتشنج ريكوايرمنت اللي يقصد بها متطلبات الترشيح، يعني ممكن انه اني ايش قد راح يترشح من هذا الماء الى داخل التربه بحيث انه احتاجه للنبات، او مثلا يترشح داخل الفويد ريشيو حسب مقدار المساميه لهذه التربه، فهذه يعني تعتمد على السويل ميكانيك للتربه المستخدمه. نجي الافشنسي، كفاءه الري، شلون اقسم كفاءه الري؟ اقول الري مثلا الكفاءه المطلوبه بهذه التربه للري 50% مو اكثر، هنا الكفاءه المطلوبه 100%، او اني اجريت ري، عمليه ري، شلون اتاكد هذا الري مالتي اللي اجريته اليوم اني ناجح؟ اقول كفاءه للري اليوم كانت 100% او 70% او 50% او 30% او زيرو. شلون احسب الكفاءه؟ اكو عندنا عده متطلبات او كريتيريا حتى نحسب كفاءه الري. الاريجيشن افشنسي، اريجيشن افشنسي اللي هو مختصر من اول كلمه اي اي، شو يساوي لنا؟ يختلف عن الاي اي، قبل شويه اخذنا رمز يسمونه الاي اي، ذاك مقدار الجروب كونسبشن، الاستهلاك النباتي، هذا الاي اي اللي معناه irrigation efficiency. ضروري تفرقون بين المعاملات الاكويجينات وكذلك الاختصارات. شو يساوي لنا؟ يساوي لنا الماء الداخل للتربة اللي هو net depth على الجروس depth الإجمالي، إيش قد داخل للتربة؟ يعني dn، يعني مو شرط d، ممكن q، يعني المهم النت على الجروس. يعني أرجع لهذه القيمة، يعني قيمة النت، هذا النتج قد الداخل على الجروس في 100%، تمام عيني. هسه نرجع النت شنو؟ ممكن فوليوم، ممكن حجم، الحجم الداخل فوليوم نت على فوليوم جروس، او ممكن ده ديبث واللي هو العفو يعتبر اكثر استخداما، النت للديف على ديبث جروس، او ممكن كيو نت على كيو جروس، تمام عيني. شلون تحول هسه دا يقول لك احد شلون تحول الديبث هذا الى فوليوم؟ يعني انت عندك مثلا بس ديب، انا اريد فوليوم من عندك، شلون تضرب ليها في المساحه المرويه مباشره؟ المساحه الصافيه المرويه اذا انطتك اياها انا بالسؤال تضرب فيها، تمام عيني. فهاي تقسم هذا على هذا الضربه في 100%، تطلع قيمه الكفاءه مال هاي الري. اليوم انا اجريت ري كذا وقت ما اعرف ايش، اشوف ايش قد الدي جروس الوصل وايش قد الدي نت، اقسم هذا على هذا في 100% اطلع كفاءه الري، تمام، وتطلع المفروض نسبه مئويه ودايمنشنلس بدون وحدات، تمام عيني. ان شاء الله محاضرتنا لهذا اليوم انتهت. الديستريبيوشن يونيفورميتي، كفاءه التوزيع، ناخذها على المحاضره القادمه. هذه المحاضره ممكن طولت بالوقت لان شرحت بها المبادئ والاساسيات والمفاهيم اللي تربطت مع مبادئ الري، وبالتالي ننتقل عن طريقها الى تصميم منظومات الري والبزن. ان شاء الله تكون محاضره هذه اليوم موسعه، استفاديتوا من عندها. اذا عندكم اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلونا على القناه. نلتقي بكم ان شاء الله على الفيديو القادم. دمتم بامان الله وحفظه.